تحت الضغط. عبد الله هتروح تسمع اغنيه وترجع لنا تاني، اتفضل. زياد على مكاني. ازيك يا زياد؟ الحمد لله. كم سؤال؟ ان شاء الله 8. طيب برضو الطموح حلو، عندك تارجت يعني. طيب شد حيلك ان شاء الله. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة الأردن؟ ملكي. صح. فنانة راحلة قامت بدور ميسة في مسلسل يوميات ونيس، فمن هي؟ ما هو أكبر محيط في العالم من حيث المساحة؟ المحيط الهادي. صح. ملك مصري قديم أول من دعا لعبادة الإله آتون؟ أخناتون. صح. ما هو ثمن رقم 2400؟ 66. غلط. أديب فرنسي مؤلف مسرحية البخيل؟ فيكتور هيوغو. غلط. ما هو علم دراسة الأجسام الساكنة؟ ستاتكس. صح. يقع مطار جوهانسبرغ الدولي بإحدى الدول الأفريقية؟ جنوب أفريقيا. صح. فنان راح القمة بتلحين وغناء الحياة حلوة؟ باس. ما هو النادي الأكثر تتويجا بكأس هولندا بكرة القدم؟ أنا قلت لك هولندا عشان تخطف. أنا لسه كنت لسه هقول إجابك أياكس. تفضل. مستني كرة القدم؟ خلاص سمعت كلمة هولندا. كويس مش وحش. سليم عايزين عبد الله ينضم لينا. مش هقول لك كم إجابة صح. مش هظهر. أنت عارف ولا مش عارف؟ أنا ذات نفسي مش عايز أعرف. مش عايز تعرف؟ عبد الله عايز تعرف؟ لا لا خلينا نفهم. أنا قلت العشر أسئلة كاملين. تمام؟ تمام. الأسئلة مش صعبة. ما تقلقش. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة الأردن؟ جمهوري. غلط. فنانة راحلة قامت بدور ميسة في مسلسل يوميات ونيس؟ ساسن بد. غلط. ما هو أكبر محيط في العالم من حيث المساحة؟ الهادي. صح. ملك مصري قديم أول من دعا لعبادة الإله آتون؟ الملك أخناتون. صح. ما هو ثمن رقم 2400؟ 200. غلط. أديب فرنسي مؤلف مسرحية البخيل، فمن هو؟ فيكتور هوجو. غلط. ما هو علم دراسة الأجسام الساكنة؟ استاتيكا. صح. يقع مطار جوهانسبرغ الدولي بإحدى الدول الأفريقية؟ إثيوبيا. غلط. فنان روح القمة بتلحين وغناء الحياة حلوة؟ عمر خيرت. غلط. ما هو النادي الأكثر تتويجا بكأس هولندا بكرة القدم؟ ثلاث إجابات صح من 10 وخمس إجابات صح من 10. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. بذمتك الأردن جمهوري؟ طيب فنانة راحلة قامت بدور ميسة في مسلسل يوميات ونيس، سعاد نصر طبعا، ضمن الرقم 2400 كام؟ 300. مسرحية البخيل انتوا الاثنين قلتوا ايه؟ دكتور هيوجو. وهو مولير. فنان راح القمة بتلحين وغناء الحياة حلوة؟ فريد الأطرش. وطبعا ما هو النادي الأكثر تتويجا بكأس هولندا لكرة القدم؟ أياكس أمستردام. وهو الأكثر تتويجا بالدوري كمان. طبعا كلنا نحيي عبد الله وزياد. زياد وعبد الله. النتيجة اتغيرت والفارق بقى 30 نقطة. مجمع الملك فهد كنتوا كام يا زياد؟ 60 وخمس إجابات صح و10 نقط دية بقيتوا 95. أبو يعقوب المنيا كام يا عبد الله؟ 50 وثلاث إجابات صح 65. 65 و25 ترجعوا تاني في المباراة. تمام.